عاملي زاخر لمحمد بن سلطان بن رشيد الكتبي، احترام عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، وتعلن انطلاقة هذا الشوط. متابعينا الكرام، اعتذر عن بقية الأسماء التي لم نذكرها ولكن سنذكرها إن شاء الله في هذا النداء. انطلق مشاهدينا الأعزاء هذا الشوط، وتنطلق دائما وأبدا هذه السباقات بتوجيهات سامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. مقدمة الشوط طليعة صالح بن حمد بوشريده المري، يا سلام، تنطلق وعلى طليعة المشاركين والمنطلقين في هذا الشوط وفي هذا اليوم. تليها على المركز الثاني زاخر لمحمد بن سلطان بن رشيد الاكتبي. ننتقل إلى المركز الثالث اللي تتسلل من الجانب الآخر لولوة عابر بن خلفان الهاملي، وننتقل إلى المركز الرابع ومن تحتل رابع المراكز هنا الشاهينية طالب بن محمد بن هليل المري، بينما المركز الخامس التقدم الممتاز من الباس الأهلي علي بن صالح المري. هذا هو نداءنا الأول، وهذا الشوط سريع للغاية مع انطلاق الطليعة التي تسيطر على مقدمة الشوط وعلى أول أشواط ثاني أيام هذا المهرجان في هذه الفترة الصباحية، وما زالت تسيطر على سويك النيسان بترول ستيشن حتى هذه اللحظات. يا سلام، أول جوائز عينية هذا الموسم لمن؟ من هؤلاء المشاركين والمضمرين. أول جوائز المهرجان الكبرى، من هؤلاء العمالقة سينتزع جائزة وسيارة الشوط؟ الله، وصاحبة أول زعفران أيضا إن كان هناك زعفران يا الزعبي. عموما وعلى كل حال، طليعة 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 صالح بن حمد بوشريده المري تسيطر والعصا قوس على مقدمة الشوط وعلى صدارة الشوط الأول الرئيسي. يا سلام، أرى القدوم والتسلل الخطير الرياضية لبطي بن ناصر بن حمود المالكي أحد أبناء سلطنة عمان الشقيقة، يدفع بها في هذا الشوط ومشاركة ممتازة وجريئة. ننتقل إلى المركز الثالث، يا سلام يا سلام، سلهودة مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي قادم قادم، وأيضا القدوم قدوم آخر أيها الأعزاء من الرياضية بطيب الناصر بن حمود المالكي، وخامس المراكز الوصول من شديدة 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 لناصر بن سعود الشافي ومتابعة سعد بن سعود الشافي، وأيضا وصول خطير. احترام 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 من تفرض الهيبة والاحترام، محمد بن زايد بن خلفان أو عبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ولكن الكيلو الأخير يا راعي طليعة، الكيلو الأخير والمثير، كيلو حبس الأنفاس، كيلو الفوز يا متابعين يا مضمرين. طليعة 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 صالح بن حمد بوشريدة ما زالت تسيطر على مقدمة الشوط، والموقف حساس يا ابو شريده، دير بالك، وصلت الشعارات، وصل المضمرين في يوم مشهود في سباق قوي وكبير. الله، يا سلام، وصلت مشاهدينا الرياضيه أبناء سلطنة عمان الشقيقة يشكلون خطورة على مقدمة الشوط. وصلت الحليانة، وصلت لسلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي. الله 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 الله، لمن هذا الشوط؟ القمة يا متابعين، يا سلام. أيضا وصول خطير من الشاهينية محمد بن حمد بن خميس البطيني اللي واصل على المركز الثالث، ولكن ما زالوا أبناء سلطنة عمان، وهل العين قادمين؟ هل العين مع بن عمير الشامسي؟ يا سلام يا سلام، الحليانة 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 الحليانة، الموقف حساس وتجمع خطير من هذه الشعارات. أيضا وصول وصول، كيف 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 كيف، والحليانة كيف، والحليانة كيف، والحليانة الحليانة وكيف، الحليانة وكيف، اللحظات الأخيرة 100 متر فاصلة وما زالت الحليانة، ولكن كيف 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 يا بوي، كيف الحليانة كيف الحليانة 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 وكيف الحليانة وكيف الحليانة وكيف، اللحظات الأخيرة الحليانة الحليانة الحليانة. تهانينا والناموس لمالك الحليانة سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي على انتزاع سيارة الشوط والفوز بالمركز الأول والمركز الثاني. كيف حمود بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية لمحمد بن حمد بن خميس البطيني المركز
الرابع او المركز الثالث. المركز الثالث الشاهينيه لمحمد بن حمد بن خميس البطيني. المركز الرابع رابع المراكز كانت الرياضيه البطي بن ناصر بن حمود المالكي. المركز الخامس النيف لراشد بن سعيد بن منانة الكتبي. شوط قوي حبس الأنفاس مشاهدينا الكرام، وكانت معركة طاحنة ما بين الحليانة وما بين كيف، ولكن الحليانة استطاعت أن تظفر بناموس الشوط. 4:32 52 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك الحليانة سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي، تهانينا والناموس. كيف المركز الثاني 4:32 56 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك كيف حمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث كان مع الشاهينية وتوقيتها 4:32 76 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن خميس البطيني، وتهانينا والناموس لجميع المشاركين والمتابعين في